اهلا بيكم في فيديو جديد وفي حلقه جديده من وضعنا شو. النهارده هنتكلم عن الاكل، عن المطاعم، عن الاكلات الترند. تعرفين ان انا كل فتره كده بعمل فيديو عن الاكل لما ببقى جعان، بس النهارده مش هاكل اكلات عاديه، مش هجرب مطاعم عاديه. النهارده احنا هنتكلم عن المطاعم المستفزه، المطاعم اللي عملت ضجه الفتره اللي فاتت، المطاعم اللي تحسها ماضيه عقود كده مع الماسونيه، مطاعم مش مفهومه هي ليه عليها هايب، هي ليه عليها الزحمة بالشكل ده؟ هل بيخدروا الناس عشان الناس تجيلهم تاني؟ هل في نظريات مؤامرة زي ما الناس بتقول ان هم بيوقفوا طوابير فيك قصاد محلاتهم؟ هل بيبقوا متعمدين ان هم يعطلوا الناس؟ فانا في الفيديو ده هتفرج على اكتر الفيديوز اللي انتشرت الفترة اللي فاتت عن المطاعم دي، وهيبقى في جزء ان انا هريفيو المطعم وهروح اشوفه. بس قبل ما الفيديو يبتدي اكيد طبعا مش محتاج افكركم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل. اول مطعم معانا هو بلبن. طبعا بلبن اكتر واحد فيهم الفتره اللي فاتت عمل دوشه وضجه. اصلا ليه مطعم يبقى اسمه بلبن؟ حاسس ان الكلمه دي كلمه عيب، كلمه المفروض تبقى شتيمه. ما ينفعش حد يقول انا رايح بلبن او انا كنت باكل في بلبن، تحس ان اسم كده مقرف، عيب كده، ما ينفعش يتقال. كان ممكن على فكره عادي جدا حد زي مزارع دينا مثلا يسموا نفسهم البان دينا، كانوا هيجيبوا فيوز وفلوس والناس تقف طوابير قدامهم وهيبقوا مثيرين للجدل جدا، بس هم محترمين ما عملوش كده. بلبن من الناس اللي هي بتعمل الماركتنج الرخيص، الماركتنج الليجل، في حاجات كده تحسها فاش تعمل. هو هيحصل ايه لو حطينا على الاشطوطه كريم بورليه؟ هيبقى اشطوطه اضافه كريم بورليه. يلا بينا. انا جيت. ليه 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 الدوشه دي؟ عارفين لما محل جديد يعملوا له افتتاح تلاقيهم جايبين دباديب بقى عماله ترقص، شغالين اغاني شبه دي. هو ده بالظبط اللي بلبن بيعمله، هو بيعمل افتتاح، بيجيب انوار، بيجيب عرايس كبيره ترقص، بيعمل دوشه، كل ده عشان يشد انتباهك بس ان هو نزل ايتم جديده في المنيو. انت بتشوف ان في محل جديد فتح تحت بيتك، بس ما بتعرفش تنام بقى، ما بتعرفش تنام طول اليوم بسبب الدوشه اللي هم عاملينها. هو ناقص بس ايه يجيبوا عيال بمكن كده ويمشوا بقى على الاطباق دي. بس كشري حلو، يعني رز بلبن من تحت عليه كنافه، الكشري بقى والفته والموزه، الطبق بقى الكرييتيف. احنا بقى عايزين الطبق ايه المجنون بقى، اعملوا لي بقى صينيه مسقعه حلوه. بيختم بقى بشويه جلاش، حاجه كده كشري بس محلو. الكشري مستظرف شويه. جامد قوي بالمانجا بقى. خلاص يا اسطى، ما مدينا كام يعني عشان كل ده؟ مثلا محمد حازم بحب الريفيوز بتاعته ورايه في الاكل، بحسه من الناس اللي بتعرف تتذوق يعني، بس هو يعني عامه يعني خدوها قاعده، اي حاجه تلاقوا الانفلونسرز كلهم راحوا ياكلوها في نفس الوقت، كلهم كانوا ماشيين في الشارع ولقوها يعرفوا ان هي تبقى مش حلوه يعني. ده كده بالشكل تحسوا بواقي اللي كانت في المطعم. منيري بقى فعلا هو اكتر واحد انا مهتم برايي في الاكل. تحس ان هم بيبقى عندهم بادجت كده الانفلونسرز، اللي هو احنا حاطين 10,000 للانفلونسرز، شوفوا بقى البادجت دي تجيب لنا كام واحد انفلونسر بقى بتاع اكل، مش بتاع اكل اي حاجه، اللي هو يلا النهارده انا في بلبن وهنجرب الامبالي مع بعض. والامبالي دي عباره عن ايه؟ كريم بورلي واشطوطه وحاجات كده هنحطها مع بعض. حط على الامبالي صوص كريم شانتين. لا ده لوتس يعني. انت بتقلش يعني. اكيد جامد شتيمه يعني، اكيد احسن حاجه في الدنيا. الامباليه مفيش زيه. شكرا منيري، شكرا على معلوماتك القيمه، بسببك عرفت ان الامباليه مفيش زيه. ايوه هو ده بقى اللي هجيب النهايه. خش يا احمد بقى، خش يا احمد جوه الطبق. ده ايه بقى؟ مش محتاجين نعرف. 50 انفلونسر قبلك قالوا الامباليه ده عباره عن ايه؟ وراحوا مدينه سنه لسعه بتخلي طعمه حلو قوي. حطوا عليها سنه لسعه، شكيه بس كده، شكه قرصوه بس كده قرصه. طلع في الاخر ايه؟ واحد امباليه. عامة بقى المفروض سعيد الهوا يبقى ليه نسبة من بتاع ده. جيت متأخر. ايوه هو ده ايه يعني؟ الشاب ده بشوف وشه كتير، هل ده المتحدث الاعلامي باسم اللبن يعني الماركتنج مانجر عندهم هناك ولا ايه؟ الفيديوهات دي غريبة قوي من غير صوت عامة يعني. طب انت متضايق ليه طيب؟ متضايق من كتر ما هو حلو يعني؟ ايه طيب؟ خلاص خلصت؟ عندك شيفت دلوقتي هتخش تشتغل؟ ربنا معاك. قلت لك الفول مش مفروض. اسمي اخلص. عندي معاك. ايه؟ كراميل.
دي زفت لبن الاصليه بلبن اللي في السعوديه. اه طالما في السعوديه تمام. انا بس بتاكد ان انا شايف صح، يمكن مثلا مش نايم بقالي كتير فمش شايف. عامه الاغنيه دي اكتر حاجه تريندنج مين ستريم شعبيه بعد بلبن او مع بلبن يعني، فان هي تشتغل في بلبن حاجه بتميك سنس جدا. لو عايزين تعرفوا الاغنيه دي مين ستريم منتشره ولا لا، تخيلوا ان هي ممكن تشتغل في فرح، في قاعه عاديه، في نقابه المهندسين مثلا. لو قلت ان هي ممكن تشتغل هناك والناس تفايب عليها يبقى هي اغنيه مين ستريم. عامه هشغل الاغنيه دي في فرح وهجيب بلبن كمان، هجيب بلبن سبونسر تدخل عليا انا والعروسه بقشطوطه كبيره كده، شطوطه 8 ادوار. شوفوا الكمين ده بلبن، ده اختراع ملوش حل. تحس الشربيني والمزاجنجي نفس العينه كده، بس واحد بيطبخ واحد بياكل. ده مش فول ودي مش طعميه وده مش مسحب وده مش انا وانتوا مش انتوا، ومفيش حاجه حقيقيه اصلا، احنا عايشين سيميوليشن. طبعا طبعا الماسونيه كلها فاتحه على بعض، اول ما بتندي مع الماسونيه بتاخد الشاب ده مع العقد كده. تمام كده احنا ممكن نكون خدنا فكرة عن بلبن من الانترنت، بس مش هنقدر نحكم على حاجة غير لما نجربها. انا كده انا قررت اخرج من الاستوديو اروح لحد لبن واقف في الطابور عشان ادوقه واقول لكم رأيي فيه بجد. السلام عليكم، في امبالي؟ عايز واحدة امبلي لوتس و... وايه؟ هات اشطوزة. وفي اشطوزة مانجا، اشطوزة مانجا، هات اشطوطة واشطوطة نوتيلا، هات كشري. في في كشري واحد، كشري بيستاشيو، بيستاشيو في طعمية ماشي، هات فستق، فستق في اللي هو الفول ده منزلش، في مسحب، في مسحب، هات مسحب ولا خلاص كفاية كده؟ لا لا فل قوي كده. ايوه دي طعمية من اللي هي الكبيرة المحشية. مديني قرص يعني محترم، يعني عامل زي ايس كريم، ايس كريم ساندوتش مثلا، ايس كريم ساندوتش مش ورش الهايب. تاني حاجة جربها الاشطوزة، يعني قرب كده اطلع فوق كده. بص اهم حاجة ان المانجا طالعة من الفريزر كده، تحسها كده فريش فريش اوفر. دي 10 من 10 بصراحة. ده الكشري، شكله كشري. هو ليه ده شكله بصل؟ انا ده خايف منه بقى. هي مش وحشه بس هي يعني حاجات كتير مالهاش دعوه ببعض، مش انا ممكن اكلها تاني. دي الامباليه انا مبسوط وانا بقول كده، دي حلوه. طب انا بلوتس، بلوتس فيها جميل. اخر حاجه قشطوطه بالنوتيلا، يا نهار اسود يا احمد، في افواره في الموضوع. دي حلوه قوي، حلوة بجد. دي بجد يعني 1000 من 10. مهم اوفر اول بلبن جميل، بس الايتمز اللي هي الطعمية والكشري والفول الزيت الحار والحاجات دي مش حلوة، غالبا بيبقوا عاملينها كده بازنج يعني. بس الاشطوطة والاشطوزة الحاجات دي قشطة لذيذة. تمام كده ممكن نخش على المطعم اللي بعديه، هو قصر الكبابجي. قصر الكبابجي من المطاعم برضو اللي عامله دوشه وازعاج وطابله وزمامير، ما ينفعش تخش كده تاكل عادي، لازم يتعمل لك مهرجان، لازم يحسوك ان انت شخص مهم، اللي هو انت ما فيش حد كان بيديك اهتمام وانت طفل، ابوك ما كانش بيعبرك، امك كانت بتتجاهلك. ما تزعلش، في قصر الكبابجي هنحسسك باهميتك، هنحسسك ان انت ملك وقاعد في قصر بجد. عشان كده المكان كله من اول الديكورات لحد الترابيزات والكراسي مدينك احساس ان انت داخل مكان غالي دافع فلوس، لحد ما بتقعد وبتطلب بيزفوك بجد زفه عشان هتاكل معلقتين ملوخيه. بجد حاجه صعبه، بجد حاجه اوفر اوفر قوي يعني، اوفر مبالغ فيه، مش عارف الناس تتبسط على ايه، هتاكل في هدوء وخلاص. بصراحة الحوار جامد. ايوه انا عايز حد يسقف لي وانا باكل. المهم نتفرج على الفيديوز، كانت منتشرة على الانترنت الفترة اللي فاتت، وبعد كده هقول لكم رأيي في اكله بجد. سلسلة مطاعم قصر الكباب، مين دول؟ بنترحب بثلاثي نجوم السوشيال ميديا، ثلاثي نجوم السوشيال ميديا انا ما اعرفش ولا واحدة فيهم. شرفنا المطرب الصاعد نور المرشدي. مطرب صاعد نور المرشدي.
وانتوا عايشين فين؟ ولا انتوا منين؟ مطرب صاعد فين يعني؟ واضح ان هو ما وصلش الدور الاول حتى، او انا جاهل معرفش. اوف زينب دي عندها 2 مليون فولور. انا اسف اللي معرفك يجهلك يا زينب. فوق راسي والله. عشان الحصه دي مهمه جدا. حساب مثلثات وانا يعني بجد اصل كمان لوحدهم مزعجين. هتجيبوا ثروت كمان وتزفوه ليه؟ سيبوت على شرحيه في صغور. عايز اعيط. المطاعم قصر الكبابجي بترحب بالفنان اللي دايما بيشرفنا، عملاق السينما والدراما المصريه. سيبنا الطاقه. هو انا مش ممثل ده قفشته في محلات الهدوم؟ انت ايه واخد تور في المحلات كلها؟ هجيبك محلات الهدوم ولا من قصر الكبابجي ولا اجيبك منين بالظبط؟ مثلا هو كيرف التمثيل بيبتدي الاول بادوار ثانويه، ادوار كومبارس، تقعد تطلع لحد ما تعمل دور مع عادل امام كده، انت وصلت البيك. بعد كده تبتدي تنزل لحد ما توصل للايفات التيك توك وقصر الكبابجي. انا اصلك بقى انت كمان، انا اصلا هبل بقى وعبط بقى وتخلف بقى. ارحمونا بقى. شاهد احمد لقنوات شاهد معاه كل حياه افضل. مبدئيا البنت دي انا عارفها، بنت دي عندها مثلا 10 سنين 14 سنه بالكتير. البنت دي ما ينفعش تخرج بره الاوضه، يعني انا مش متخيلها بره في مكان عام. لا فكره ان هي خارجه بالسيت اب بتاعها، يعني خارجه بالهيئه بتاعتها وقاعده في كرسي ما شاء الله، يعني هي رجل الكرسي ممكن تكون اكبر منها يعني. فانا حاسس ان انا دلوقتي شايف جليتش، شايف حاجه غريبه. لا 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 يا رب اليونيفرس باظ، كل حاجه دخلت في بعض، كل حاجه بقت فاتحه على بعض دلوقتي، وجلتشات بقى جلتشات في كل حته. ده حاجه كده طبيعي بتمشي تشوفها في قصر الكبابجي، تخش تلاقي الاندرتيكر قاعد بياكل في الترابيزه اللي جنبك، تبص يمينك تلاقي حسن الهلالي، تبص وراك تلاقي حمو بيكا، تبص فوق كده تلاقي شاحده مد عماله تعمل لك كده. حسن الهلالي ده انا لو شفته في حته هطلع اجري، او لا مش هطلع اجري، اقول لكم بجد هعمل ايه. لو شفته في حته هجيب مقص واقص له شنبه، هدمر له كاريره، هنهيله حياته، هخليه ما يطلعش في حته ثاني، خليه يبتدي يشوف حياته بقى بجد، يبتدي يدور على هوايه، يتعلم حاجه، يبقى مفيد لمره واحده في حياته. قصر الكبابجي المحل الوحيد اللي بينزل الاكل بعد التسويه مش قبلها. السجق الصراحه كان طعمه حلو وكان نظيف، وكمان كميته كانت كتير قوي زياده. الواد ده بحسه شاب في هندسه، في اعدادي هندسه كمان، مش في هندسه عادي، اللي هو كل الشباب اللي في اعدادي هندسه بيبقوا نفس الشكل ده. مش عارف ليه شاب في اعدادي هندسه بيقول لي اكل ايه وما اكلش ايه، حاسه المفروض يديني اساينمنت انقله، يديني ملزمه اذاكر منها، مش يقول لي نصايح اكل. طبعا لو شفت الاسد ده تعرف انا موجود فين. موجود عند اكيد موجود في السيرك. اول ما نشيل بقى الاسد ده تلاقي كده قدامك الوليمه. ده رعد صح. انا حاسس ان الفيديو بقى عن الفود بلوجرز مش عن المطاعم، بس انا رعد ده بحس ان هو هياكلني، هيبلعني، معرفش، حاسه هيحطني كده في مره في رغيف وياكلني، يعمل عني ريفيو. ودي يا جماعه اسمها صينيه الوليمه، فيها كل حاجه نفسك فيها. تحس صوته كده تخين كده، طرب وكفته ومنبار، لحمه مندي نيفه. لحمه مندي نيفه. هي الماسونيه برضو ايه، في ناس بتديها الواد ابو كرش، وفي ناس بتديها ايه كوكس البابا، كل واحد كده ومقامه يعني. بس الماسونيه مش هتسيبك يعني، مش هتسيبك ملط كده، هتديك حد يزقك. هو بيعمل ايه؟ لا كل دول جايين عشان كوكس البابا، كانوا يجيبوا حمو الصغير عادي، اهو على الاقل نبقى غدينا واحد ابن بلدنا. كفايه كده فيديوهات قصر الكباب دي. دلوقتي نخش في جزء ريفيو، هقوم اجربه واجي لكم تاني. الناس اللي ماتوا. ان شاء الله صفقة البيانات قريب. بعيد عن الدوشة والإزعاج. النور. إيه رأيك؟ لا يعني جنب الأطفال قوي بصراحة. طب تعالى. تقريبا في حد مهم هنا او حاجه، تقريبا حسن بيسو هنا. انا طلبت
كم حاجه كده راندوم اجربهم واقول لكم رايي. سمعت كفته رفيع مسكين حلوه. طلبت العيش برده عشان كنت دوقتها قبل كده وعجبتني، مع اني مش بحب اللحمه بس دي معرفش ليه بتكسر القاعده كده. انا جاي للحمه دي بجد. طب سمبوسه برده حاجه عاديه، نص ونص بصراحه. مش عارف في الشيء ده المفروض بيتاكل ازاي، مش هم بيطموها من الحته دي، بس ان هي حاجه عيب ان انا اعملها. حاجه مزاجنجي طيب بيت هحاول اطموها باحترام. لذيذ. مش عارف دي ايه، بس هي دي حاجه واحده اقنعني هنا ان انا اجيبها. دي مفروض فراخ في الزبده حاجه كده، هي خطيره بصراحه، بس مش زي المشويات يعني. ده كان قصر الكبابي. نخش على اخر مطعم وهو كرم الشام. عندي ارج ابن لذينة ان انا اقول كرم الشام. ما علينا، كرم الشام مطعم سوري عادي، بس من المطاعم اللي ماضية مع الماسونية، المطاعم اللي دايما عليها كلام ان دايما قدامها طوابير، من المطاعم اللي بجد لو فتحت جنب بيتك او قريب من بيتك انت لازم تعزل. الموضوع بجد اسوأ من ان محل خمرة مثلا يفتح تحت بيتك. انت خلاص انت بيتحكم على المنطقة بتاعتك ان هي تبقى زحمة 24 ساعة. انا ما بحبش اقف طابور عشان اكل. ما اعرفش ليه الناس ممكن تقف طابور عشان مطعم سوري عادي، مطعم عادي يعني بيبيع شاورما، كلهم بيبيعوا شاورما، كلهم عندهم ناس العيش الصاج. ايوه بقى انت في قلب الحدث. انت بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ محمد. عشان يا محمد انت كنت هزتها من شويه كده هزه بقى، فممكن تعملها. ايوه بقى، ايوه الجثه كانت على بعضها. ايوه ليه بتسكشواليزوا الاكل؟ ليه بتسكشواليز الاكل يا استاذ مزاجنجي؟ هزتي اللي عايز تشوفها. ايوه بقى الله اصلا. لا تاني كميه الدهون اللي هتنزل. بص كميه الدهون طلعت ملزلز ولزلزه بقى، بيتهز قدام بجد. لو فتحت مطعم اخر حد هبقى عايز اجيبه يادفرتايز عندي هو مزاجنجي. قال دي دعايه كويسه للمكان، ان راجل كبير عنده 50 سنه يجي يقول على الشاورما بتاعتي ملزلزه ومدهنينه وهزها لي كده لو سمحت. استنى عايز البس الجوانتي. بص اعمل لي انت طبقه البتاع على بال ما البس الجوانتي. مش عايز تتعب ولا عايز تعمل حاجه، انت عايز تاكل وخلاص. يا شيف شربيني، انت مش كنت لسه في بلبن؟ شيف شربيني. شيف شربيني بقى فود بلوجر امتى؟ الشمروخ ده بيكون ساندوتش مقلي. الشمروخ ده بقى انا بجد شفت ما لا يقل عن 20 انفلونسر بيحلفوا بيه ان هو افشخ حاجه اكلوها في حياتهم، وان هو اختراع. الشمروخ ده انا اكلته من 4 سنين في محل سوري عادي جدا. هو ساندوتش زي اي ساندوتش بيتقلي في الزيت. بقلب على الفيسبوك لقيت اغرب اسم ساندوتش في مصر، محمد عيد عبد الحميد. يا عم بقى ده صنف من ضمن الاصناف الجديده عند كرم الشام. بس كرم الشام عمل اختراع جديد اسمه شمروخ، ما تخيلتش انه يطلع بالحلاوه دي. ايه الموسيقى دي؟ الموسيقى دي بيحطوها على فيديوهات البحر، بتعمل ايه؟ ما بوظ الالجوريزم. تعالوا كده احكي لكم تجربتي كانت عامله ازاي. واول حاجه رحت طلبت ندى سفودي. ماشي يا ندى سفودي، يعني لو انت فودي تمام، لو انت فودي نشوف رايك في الاكل ايه. هم من اشهر الاماكن اللي بتعمل شاورما وبيعملوا حاجات تانية كتير، بس اكتر حاجه معروفين بيها الماريه بتاعتهم سواء بالفراخ او باللحمه، وهم منزلين واحده جديده منها اسمها محمد عيد عبد الحميد. محمد عيد عبد الحميد. ده اكيد اكله جامده جدا، ده انا لازم اجربها. انا لازم اجرب اكله اسمها محمد عيد عبد الحميد. كرييتيف جدا ده. الشحروره بغض النظر عن اسمها فهي بتاخد سمنه بلدي ومنزلين منها كذا نوع، تعالى اقول لكم عليها. بس انا هروح كرم الشام افطر بالشحروره، هتغدى محمد عيد عبد الحميد، وبالليل بقى ايه انا انقلي في 2 شمروخ كده وشكرا. النهارده نزلنا في التلج ده كده فروكسي، نازلين في الجنينه. بحب الواد ده عشان نجرب بقى حوار الشماريخ الجديده. حاسه كافح كده، انا هثق في رايه عامه. بس ده حاسس ان هو اخفهم وزنا. مش طفل رضيع هو، مش هولينه. جامد قوي ده. خلاص يا ريس انا اعتمدت رايك وهروح اجربه. المفروض دلوقتي اعمل نفسي هقوم يعني بعد كده اجي تاني. دلوقتي عند كرم الشام، بس حاجه غريبه قوي، مفيش طوابير، مفيش زحمه، الماسونيه مش شغاله ولا ايه؟ عايزين واحد كريسبي سبايسي. في حاجه غريبه دلوقتي حصلت، ان هو قال لنا ان الساندوتش هيتعمل في الساعه الا ربع. دي حاجه غريبه قوي، ان هو ساندوتش عادي جدا، فدي مش مفهومه يعني. هل هم بيرندروا الطوابير من دلوقتي؟ هل دي خطه عشان يوقفوا فعلا الناس؟ طب هو لا تهزرش، اصل عمال يفرفط في كل حته حاسه غريب يعني. طعمه لذيذ. ده كده هيبوظ كل نقط في الفيديو. انا كنت بقول ان اي حاجه الانفلونسرز بيروحوا عليها وبيجيبوها غالبا بتطلع وحشه. ممكن بقى نضحك على الناس يعني، نقول ان وحش طعمه وحش. لا بصراحه
هو لذيذ بس هم بصراحه مش ورث خالص ال 40 دقيقه اللي انا استنيتهم يعني. مش عارف والله هو عاجبني ولا انا عشان ما اكلتش الصبح. كل حاجه سايحه في بعض كده. هو الحشو حلو بس الطبق اللي فوق دي تقيله قوي. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بعيدا عن المطاعم دي ممكن تكون بتعمل اكل حلو او بتعمل اكل وحش، بس اللي متفقين عليه ان هم بيعملوا دوشه، بيعملوا ازعاج، بيعملوا تلوث سمعي وبصري، بيعملوا نوع من انواع الماركتنج الرخيص. بس مش هننكر برضو ان الماركتنج الرخيص ده بيوصل لناس كتير وبياكل معانا جامد. قولوا لي رايكم في الكومنت، قولوا لي هل ممكن طريقه عرض زي بتاعه بلبن مثلا تقفلكم الاكل ولا لا. قولوا لي لو رحتوا حاجه زي قصر الكبابجي تحبوا يتعمل لكم عرض وهيصه، ولا انتوا اشخاص عندكم رهاب اجتماعي. قولوا لي لو ممكن تقفوا طابور في 100 واحد قبليكوا عشان تاكلوا الشمروخ او الشحروره، ولا دي مش من اهتماماتكم. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير، واشوفكم تاني فيديو جديد قريب. و باي باي. شفت مين هنا بجد؟ خارج من الاوضه دي كده هو وعيلته خارجين. كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو على الاقل. سليمان عيد.